المنافسات، انطلقت المنافسات، بدأت الشعارات حاضرة ومتواجدة في هذا التحدي في ميدان الوثبة. الوثبة غير، في مهرجانها غير. 2016، الله الله الله، هذه الشعارات الباحثة عن النصر والناموس متواجدة في هذا المهرجان، المهرجان الختامي، ختام الوثبة، انطلاقة الجذاع القعدان بتحدياتها وإثارتها ومنافساتها مع المراكز الأولى. مقدمة الشوط عطى مع المركز الأول، تعود ملكيته لناصر بن علي بن عبد الله المسند. يا سلام، الضيف العاني من الدوحة للمشاركة في ختام الوثبة مع انطلاقته عطى. الله الله الله. إذن مشاهدين الأعزاء ننتقل مباشرة، الله يا شاهين، مع المركز الأول لمحمد بن سعيد بن محمد المطوع. الخيارين متواجدا في هذا الحدث الهام. المركز الثاني وصل شاهين لمحمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك. المركز الثالث وصل عطا لناصر بن علي بن عبد الله المسند. مع المركز الثالث انتقل مباشرة الى المركز الرابع، وصل شاهين لزايد بن محمد بن زايد. الخيارين مع المركز الرابع انتقل مباشرة الى المركز الثالث. المركز الخامس وصل المدعي لمحمد بن سعيد بالحطم العامري. يا سلام، هذه الخمس المراكز الاولى وتتويج الفائزين في رموز هذا المساء بعد الشوط الخامس. مباشرة اعود وياكم إلى مقدمة الشوط، إلى المعركة، إلى معركة داحسي والغبراء، مع مقدمة الشوط، مع شاهين، مع شاهين. مشاهدينا الكرام، لمحمد بن سعيد بن محمد الخيارين واصل مع شعاره، حاضر ومتواجدا في هذا الحدث، في هذا الحدث الهام، في شوط الشداد، شوط الشداد. المرحب بهذه الشعارات وصل مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، شاهين محمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك، ايضا متواجدا بن دلموك مع هذه الانطلاقة. المركز الثالث وصل شاهين لزايد بن محمد بن زايد. الخيارين الضيوف العانين والمفاجآت من شعار الخيارين، قادما بكل قوة وبكل جدارة. ايضا المركز الرابع وصل المسند، وصل المسند. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، عطى واصل، عطى مع المركز الرابع لناصر بن علي بن عبد الله المسند المتواجدا مع المركز الرابع. خامس المراكز المدعي المرافق للأربع المراكز الأولى، هناك محمد بن سعيد بن الحطم العامر. يا سلام، هذه نتيجتنا، هذه الخمس المراكز الأولى بالوفاء والتمام، كاملة مكملة، أذعتها على حضراتكم. هناك شعارات حاضرة أيضا في هذا الرمز، في هذا الشداد. هذه الخمس المراكز الأولى متابعين الأعزاء، أعود
يعود إلى مقدمة الشوط الكيلوين متر الأخيرة المتبقية على نهاية الشوط عن نهاية هذا الحدث الهام وشاهين لمحمد بن فرج بن حمد بن دلموك متواجدا وانطلق مباشرة إلى مقدمة الشوط حاضرا بن دلموك مع انطلاقة شاهين المركز الثاني. يا سلام، انطلق مباشرة شاهين مع المركز الثاني ويبحث عن الرمز الثاني مع شعار الخيارين. الله يا زايد يا ابن محمد يا ابن زايد يا الخيارين، من طول الغيبات جاب الغنايم الشداد الشداد بانتظار من الشعارات الحاضرة والمتواجدة. السيطرة شحانية بمنافسة شعارات أبناء الدوحة أبناء الدوحة. يا بو يا سلام، الشداد حاير الشداد حاير ما بين الشعارات ما بين الأخطاب المتواجدة. الله الله الله، هذا هو شاهين، هذا شاهين، عين يا ابو متلع على الرمز الثاني. الله الله الله، الكيلومتر الأخير الكيلو متر الأخير الكيلو متر الخطير، كيلو الصراع ما بين هذه الأخطاب، لكن الخيارين حاط عينه على الرمز، حاط عينه على الرمز، ياخذ الرمز ولا فلا. ما بين هذه الشعارات شاهين لزايد بن محمد بن زايد الخيارين، لكن والله بن دلموك مبراضي على هذا المركز، مو براضي على المركز، يبي الرمز يبي الرمز. الله يا شاهين لمحمد بن فرج، لكن المدعي افسح المجال للمدعي، واصل المدعي لمحمد بن سعيد بالحطم العامري. الله، ولكن حجتها أيضا قوية المدعي، ولكن بالحطم حطمهم بالحطم مع المدعي الحاضر والمتواجد في هذا التحدي. ولكن أرى أيضا من وصل مشاهدينا العابر لأحمد بن محمد بن روية الخيل، لكن المدعي محمد الجحافي. مشكور يا محمد بن علي الجحافي متابعا للمدعي. سلام يا ابن الحطم، حطمتم يا ابن الحطم، الشداد مع ابن الحطم وابن الحطم مع الشداد. تهانينا مشاهدينا الاعزاء لمحمد بن سعيد بالحطم العامري ومحمد بن علي الجحافي، تهانينا والف مبروك لفوز المدعي في هذا الرمز المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدين الأعزاء كان من نصيب العابر لأحمد بن محمد بن روية الخيلي. المركز الثالث إذن مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في كل مكان، المدعي الخاطف للشداد بالإضافة إلى نصف مليون درهم. التوقيت الزمني 9:11 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن سعيد بالحطم العامري على فوز المدعي في المركز الأول، تهانينا والف مبروك. المركز الثاني وكان من نصيب العابر لأحمد بن محمد بن روية الخيلي، قطع المسافة بتوقيت زمني 9:14 جزئين من الثانية. تهانينا وألف مبروك لأحمد بن محمد بن روية الخيلي. المركز الثالث شاهين لزايد بن محمد بن زايد الخيارين، وتوقيته الزمني 9:15 3 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك للفائزين.